هذه كيطلب من اللاعبين. هذه محاولة كرة دائرية، هدف لفائدة فريق المغرب الفاسي، هدف لفائدة فريق المغرب الفاسي. كان ضربة خطأ لمسات أحد اللاعبين، تحول الاتجاه ديالها في شباك الحارس بدر الدين بن عاشور. وفرحة ديال جمهور ديال فريق المغرب الفاسي مرة أخرى كتابعوا الإعادة ديال المحاولة. لاحظوا يعني لمس كرة محمد بن رابح، محمد بن رابح هو اللي حول الكرة في شباك الحارس بدر الدين بن عاشور. نيران صديقة تعطي التقدم لفائدة فريق المغرب الفاسي. محمد